السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا ربطات الحنة او ربطات الحنة تاديت للعروس ولا للختان ولا على حسب المناسبة اللي غادي تخدميها. هنا نحتاج كرتونة والبونج نديرهم على حساب الكف تاع اليد، ونحتاج قطيفة هذه الالاستيك نديرها على حساب نديرها دائرية على حساب هذيك القطعة تاع الكرتونة شوية برك نعرض. نحتاجوا الحاشية وخامسة وهادو النواشات او التبتوبات كل واحد كيفاش يقولهم شوية تاع لي زاكسيسوار. عفوا دوك نبدا بهذا الكرتونه اللي لصقها هي الاولى في البونج، لصقها بالكولا، ومن بعد نجيب هذيك القطعه تاع القماش ونخيط في الحاشيه او في الحواف تاع هذيك القطيفه هكا بخيط عشوائي. بهذه الطريقه نكون كملت نجبد الخيط، ومن بعد ندخل هذيك القطعه تاع البونج داخل هذه القطيفه. دوك شوفوا كيفاش، طريقه سهله بسيطه جدا، تقدري ديريها كمشروع ولا في مع طبق الحنه. انا هذو تاع طبق الحنه. دوك غادي ندير هذه القطعه تاع الكرتون هي الاولى، هي اللي من تحت باش تجي على حساب الكف تاع اليد، والبونج من الفوق كاين اللي يدير لاواط وكاين اللي يدير البونج كما تبغي. من الاحسن قطعه تاع بونج، واذا بغيتي ديريهم كموسات الحنه زعما ديري في وسطهم الحنه، ديري لاواط وديري البودر ولا الحنه تكون اوراق تكون يابسه، حنه يابسه. عفوا دوك نزيد نخيط شويه، نمتن هاد الخياطه اللي درتها ما نخليهاش غير هكا وحدها كما درت في الاول، نخيط مليح ومن بعد نشوفوا كيفاش نخدموا البابيه. هنا كملت الخياطه، درك نجي نجيب قشاري تاع الساتان هنايا من العريضه، ماشي العريضه كامل، شويه متوسطه اللي فيها 3 سنتيم ولا 2 سنتيم كما تبغي. نجيبو ندو القشاري تاع الساتان هذا او الحاشيه في النص تاعها، ونحطو نلصقها في وسط الربطه تاع اليد من تحت من جهه تاع الكرتون هكا، نديرو كاع من الطرف للطرف من الحافه تاع الدائره حتى الحافه تاعها، ما خلوش شويه هكا شغل خارجه، لا نديروها كامله من الطرف للطرف هكا باش تجي خدمه مفينيه ونقيه وشابه. دروك نحرق هنا، نقص على شكل هذا المثلث وندير بالبريكه نحرقها شويه خش تتسنسر الساتا او الشريط تاع الساتا يتسنسر. درك باش نخدم البابيون جايب زوج تاع القطع تاع الساتان ونحرقوهم في الحاشيه هكا بالبريكه باش ما تسنسرناش، ومن بعد تاني نقسمها على 2 ندو زوج ولا دي 4 بطول واحد، يا اما زوج كل زوج تقسميهم على 2 ولا 4 بطول واحد نفس القياس. درك انا نخيطهم نطويها على 2 ونخيطها في الحاشيه هكا، تاني نخيط عشوائيا ندخل ونخرج هكا، ومن بعد نجبدهم نجبد الخيط مليح باش تصورنا على شكل بابيون. المهم شوفوا الطريقه حتى الاخير، المهم شوفوا كيفاش التزيين تاع هاد الربطه تاع الحنه.
هنا راني شكلت ربعه تاع الاوراق ولا ربعه تاع لي تيج ولا تاع هاد البابيون، زوج شويه شويه كبار وزوج شويه صغار عليهم، قلعت غير واحد 1 سنتيم برك كما شفتوا في الفيديو. دوك نجيب هاد هنا جبت هاد الواشه هذيك قلعت منها شويه، وهاد الخامسه ثاني قلعت منها هذيك اللي دخلوا فيها الخيط، انا ما نحتاجهاش باش ما تقعش تبان، ونلصق كلش بالغيره بالكولا. درك ندير هنايا زوج نلصقهم مع بعض، هادو زوج كبار ومن بعد زوج صغار نلصقهم في وسطهم ونميلهم شويه. بهذه الطريقه هذه دوك نعاود هاد البابيون كامله نلصقها فوق هاد الربطه تاع الحنه، نزيد ندير هاد التشبتوبه ونزيد الخامسه فوقها ونلصق هاد الموتيف اللي خدمته فوق الربطه تاع الحنه، ونكون وصلنا للنهائي ونشوفوا الشكل تاعها في الاخير. هذا هو الشكل تاع ربطات الحنه اللي يجوا في الطبق، في الطبق الحنه، ولا ديرهم ثاني تخدمهم العروسه اللي تحنتها. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره، نتلاقاو في فيديو اخر.